احيانا بيكون عبالك بس تروح تجلس مع الطبيعه وتبعد عن الضجيج، واحيانا بتحس لازم تاكل اكل صحي او نباتي وتلعب رياضه وتغير من روتين يومك. معكم راني سامر وانتم هلا عم تحضروا حلقه من براندوري. لفت نظري مشروع مميز في دبي، وهو من الأماكن الخفية في الإمارات، مكان تروح عليه وتريح نفسك وتمارس اليوغا وتاكل أكل صحي. وصلنا سيفا كافيه. شوف شوف كيف المكان مليان أشجار وشغلات بتريح النفس يا أخي، بتحس حالك كأنك بجزيرة بالي في إندونيسيا. حتى الجلسات من الداخل بانينها من الخشب، غير صور الطيور اللي بتضلك تسمعها. صراحة قبل ما أروح هالمكان رحت على تعليقات جوجل وشيكت وشفت آراء الناس عن المكان. في ناس كانت مبسوطة الأغلب، وفي بعض الناس ما أعجبتها الخدمة، لكن أنا شخصياً المكان كثير أعجبني والأكل كان كثير طيب. أعجبني كمان إنه في مكتبة تجلس فيها وتقرأ براحتك وتستمتع بأجواء الطبيعة الرائعة. من أول ما دخلت المكان وأنا حاسس بإيجابية وحيوية وطاقة. هذه صراحة أحلى تجربة بعد أسبوع شاق من الشغل، تسحب حالك وتروح تطلع مع أصدقائك. يعني إحنا أحياناً منروح ندفع فلوس زيادة كرمال التجربة والمنتج الرائع. كثير من رواد الأعمال اللي بيهتموا بأدق التفاصيل ما بيخلوا مشاعرهم تأثر على قراراتهم. هذول اللي بيكرسوا شغفهم لهدف محدد حولوا مطاعمهم لمشاريع بتدر عليهم ملايين الدولارات. ومن بعض الأسباب الأساسية اللي بتنجح مشروعك هي أول شيء امتلاكك لمنتج مميز تقدر تعرضه بطريقة مميزة. السبب الثاني اختيارك لموقع مطعمك. كثير مطاعم سكرت بس لأنهم اختاروا مواقع سيئة لمطاعمهم. ثلاث دائما قدم نفس الأكل ونفس التجربة للزبون. أربعة دائما افهم التحديات والاحتياجات اللي بيطرحها السوق. خمسة التحكم والتنظيم للتكاليف اللي بنتج عنها شراء الأغذية للموردين للمطاعم. كمان رواتب الموظفين وأجار المطعم. ياريت تشاركوني بالتعليقات شو في كمان أسباب إلها دور كبير في نجاح أو فشل المطاعم. اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم الفيديوهات الجديدة، وتذكر إنه حلمك ولدك. في حد بيتخلى عن ولده؟ كان معاكم راني سامر من براندوري. سلام عليكم.